فيديوهاتنا ومعاكم دينا جمال. كل سنه وانتم طيبين، رمضان بكره ان شاء الله، وعشان كده قلت لازم نعمل الفيديو ده النهارده ولازم ننزله ان شاء الله النهارده باذن الله. اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت على ازاي نلبس واحنا رايحين العزومات بتاعتنا في رمضان، واتكلمنا برضو ازاي نستضيف الضيوف بتوعنا ونقابلهم ونلبس ايه واحنا بنقابلهم، واتكلمنا برضو على الركن بتاع رمضان تزيين البيت وشياكة البيت في رمضان. النهاردة هنتكلم على العزومة. العزومة من الحاجات اللي كلنا بنستعد لها وبنبتدي نحضر لها، وانا مش هتكلم على تفاصيل السفرة نفسها لان احنا كلنا مبدعين بشكل كبير جدا يعني، فمش محتاجة اتكلم على كده، لكن انا هتكلم على ازاي توفري صحتك بقى وتوفري مجهودك في العزومة. ازاي بقى نعمل ده ونوصل لده، لان طبعا انت مش مطالبه بس بالاكل اللي هتقدميه، انت مطالبه بالضيافه اللي بعد الاكل لحد لما الضيوف ينزلوا ويمشوا. فالحقيقه بنبقى اول حاجه واحنا على العزومه في ساعه الاكل يعني بنبقى المفروض بنعمل ترابيزه للمشروبات، بنحط عليها المشروبات بتاعتنا وبنحط جنبيها الكوبايات، ويا ريت تكون الكوبايات بقى بلاستيك علشان اللي يشرب يخلص ويرمي وما يبقاش لود عليكي ان انت لسه هتغسلي الكوبايات بالعدد الكبير بتاع العزومه او بتاع افراد العزومه يعني. تاني حاجه بالنسبه للاطباق والشوك والمعالق برده مش شرط ان احنا نطلع بقى الحاجات اللي عندنا وناكل فيها وتضطري تقفي تغسلي 20 طبق بقى و20 معلقه و20 شوكه، لان ساعات الاعداد بتبقى كبيره في العزومات دي، فالافضل ان احنا نجيب يعني حاجات استعمال واحد نستعملها ونخلصها ونرميها، وكفايه عليكي السرفيزات اللي انت حاطه عليها الاكل. السرفيزات اللي انت حاطه عليها الاكل دي طبعا انا مش هحرمك من حاجه، لان احنا كلنا بنستنى الضيوف علشان نطلع الحاجه اللي في النيش، وانا مش هحرمك من كده خالص. طلعي طبعا سرفيزاتك وحطي عليها وتمام، ولكن لو مش هتقدري وحاسه انك تعبانه جيبي برده سرفيزات لما تخلصي تقومي لماها ورمياها ومريحه روحك، لكن نفسك بقى يعني تطلعي اللي عندك يعني الحاجه اللي متخزنه طول السنه، خلاص طلعي السرفيز ويبقى كفايه عليكي الغسيل بتاعه هو بس. تاني حاجه بقى، خلصنا بقى الاكل وخلصنا ولمينا بقى السفره ولمينا المشروبات ولمينا كل ده، الضيافه اللي بعد كده المفروض بقى نعمل ايه؟ المفروض ان احنا بنعمل ترابيزه لمشروبات السخنه، لان احنا بعد الفطار يبقى بقى كل الناس اللي عايز شاي واللي عايز يشرب نسكافيه واللي عايز يشرب حاجه ثانيه ينسون او اي حاجه من الحاجات المشروبات الساخنه يعني، فده تفضلي بقى انت ايه تفضلي تسالي ها مين عايز ايه ومين عايز ايه وتدخلي تعملي وتطلعي. طب ليه بقى وفري بقى صحتك ونوفر على نفسنا ونعمل ترابيزه كده لذيذه ونحط عليها الكاتل بتاعنا والكوبايات برده اللي هي الكرتون، ونخلي كام كوبايه بس كده ازاز اللي بيحب قوي يشرب الشاي في الكوبايه الازاز لان دي امزجه يعني، ونحط جميع المشروبات بحيث ان يبقى في متاح او يعني الموضوع متاح ان احنا الضيوف يشربوا كل حاجه يعني، نجيب زي ما انا كده موضبه هنا الترابيزه تحطي كوبايات، انا مش ما جبتش لسه كوبايات الكرتون لسه ما جبتهاش، بس المفروض تحط كوبايات كرتون، وبنحط كوبايات الازاز للي عاوز يشرب الشاي في كوبايه ازاز، والكاتل يبقى موجود، ويبقى عندنا علبه زي العلب كده اللي متقسمه وحاطين فيها انواع المشروبات كلها، ونوعي في المشروبات علشان خاطر كل واحد اللي حابب حاجه يلاقيها يعني، مش كل الناس بتحب الشاي ومش كل الناس بتحب اليانسون مش كل الناس بتحب الحاجات دي يعني، مش كله بيحب فيبقى ايه عندك فرايتي او الناس يبقى عندها كذا حاجه تقدر تختار منها. وكمان بيبقى عايزين اللي بيحب يشرب قهوه فممكن نحط الكاتل بتاع القهوه برده علشان البن، علشان نعمل البن او القهوه بتاعتنا، وفي اللي بيحب القهوه العربي ممكن تكوني مجهزاها اصلا وحطها في ترمس بحيث انها تتصب على طول اللي حابب يشرب قهوه عربي. وبرده نكون مجهزين الترابيزه باننا نحط عليها المكسرات او الحاجات بتاعت اهو يعني مثلا حط حاجه رمضان اللي بيحب كده يتسلى،
وهحط لكم صور قريبه. انا عارفه ان الكاميرا بعيده عن الترابيزه بس هحط لكم صور في الفيديو وانا بتكلم قريبه تشوفوا الحاجه وهي كده. تمر عشان اللي بيحب يشرب تمر مع القهوه، مكسرات ناتس علشان اللي بيحب يتسلى وهو قاعد، ويبقى الموضوع اوبن بوفيه. اللي عايز يقوم يخدم نفسه بنفسه، انت بقى مش مضطره تفضلي كل شويه لو سمحتوا عايز ايه مين عايز ايه، لا انت هتوضبي الترابيزه وتسيبيها كل حد من الضيوف، هتلاقي نفسك انت قاعده ومرتاحه، واكيد الضيوف اللي قاعدين حواليكي هم بيقوموا اصلا يعملوا لنفسهم طلباتهم واللي هم عايزين. بعد كده بنعمل ترابيزه الحلو. ترابيزه الحلو برده السفره بقى بتاعتك بتقومي موضباها تاني وعامله برده سيلفي ذات الحلو. اكيد الضيوف جايين وجايبين لك اطباق الحلويات الشرقيه والفاكهه، وانت كمان بتكوني مستعده بحاجات علشان تقدميها بتكوني جايباها، تحطي كله مره واحده وتفرديه على ترابيزه السفره بتاعتك بحيث ان برده كل واحد يقوم يخدم نفسه بنفسه. كمان علشان مش كل الناس بعد الفطار بتحب تاكل على طول الحلو او على طول الفاكهه، في ناس بتستنى تصلي التراويح وبعدين تاكل الحاجه الحلوه، او تستنى يعني تهدى شويه من الاكل وتبتدي تاكل الفاكهه او الحاجات الحلوه. فانت بتعملي ترابيزه السفره مليانه كل الحاجات اللي انت عايزه تقدميها، وبرده بتحطي اطباق برضو بلاستيك او سوري يعني اطباق فوم، يعني بحيث انها برضو اللي هيستعملها هيخلصها وترميها، ما تفضليش برضو تغسلي ولا اي حاجه. ويبقى انت كده قاعده برضو مرتاحه بعد العزومه الكبيره، ويا دوب الحاجات اللي هتتوسخ حاجات بسيطه تقدري بعد ما ينزلوا تلميها وتبقي تعمليها على طول من غير تعب يعني. وبمناسبه الكلام ده مقدمه لنا هدى ارتس بيج موجود على الانستجرام، قدم لنا مجموعه من السيرفيزات الرائعه، هي شغل هاند ميد وبتتعمل برده بالالوان وبالحاجات اللي انتوا طالبينها او اللي انت حابينها. السيرفيزات دي حاجه وهم، هفرحكم بقى عليها، بصوا تجنن. بصوا بقى شكلها عامل ازاي، دي اللي انا كنت حاطه فيها هوريلكم الناتس او البلح. بصوا او التمر، بصوا تجنن، والكواليتي بتاعها حلو قوي، او كوستر هوريكم الكوستر ده حلو قوي. بصوا بصوا الكوستر ده يجنن يجنن. بصوا عاملين ازاي عشان حط تحت الكوبايات، كمان بصوا الشياله الجميله الصغننه دي علشان تحط فيها حاجه رمضان، بجد حاجات رائعه رائعه. بصوا بقى الصينيه الحلوه دي هوريها لكم بالكوبايات ومن غير الكوبايات. بصوا الصينيه كمان عامله ازاي، انا هشيل الكوبايات كده عشان نشوف الصينيه. بصوا تحفه تحفه، وعامله بمناسبة برضو زي ما قلت لكم طول شهر رمضان في خصومات، عاملة لنا خصم 10% لكل متابع القناة. هسيب لكم اللينك ان شاء الله في الديسكربشن بتاع القناة. ويا رب اكون كده عملت فكرة لطيفة لازاي نستريح ونضيف ضيوفنا بشكل حلو وجميل وبكل اللي احنا عايزينه، في نفس الوقت احنا انتي تكوني مرتاحة لان راحتك بالدنيا زي ما متفقين. ويا رب وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، واشوفكم في فيديو جديد وموضوع جديد وخصم جديد. وكان معاكم دينا جمال، كل سنة وانتم طيبين.